لو الحكاية فيها إن فيتو ده ياخدنا ناحية السياسة. حضرتك اتكلمت فيها، حضرتك البحث العلمي، حضرتك شايف المرشح اللي جاي بيقول يعني مرشح محتمل للرئاسة وبيقدم لنا برنامج الانتخابي بتاعه، المفروض يكون حاطط ايه يخص البحث العلمي؟ انت كرئيس أكاديمية البحث العلمي مستني منه ايه؟ انا منتظر من اي رئيس جمهورية حاليا ان هو يعلن تماما بكل وضوح ان البحث العلمي هو قاطرة التنمية، وان احنا يجب ان نهتم به مش بس ماديا وتشريعيا وحسا وسياسه وكله، عشان البحث العلمي يفعل واللي هو هيمكن الدوله من انها تقدر تقوم بهذه المهمه، لانه ما فيش حضرتك احنا ما نخترعش العجله، ولا عشان انا جاي من البحث العلمي بقول كده يحصل. كل دول العالم اللي كانت في حالتنا ونمت ما نمتش الا عن طريق البحث العلمي. فما فيش فيها نقاش، يعني النهارده هو اي رئيس جمهوريه ما عندوش بديل ان يعمل هذا الموضوع. انا شايف ان اي رئيس جمهوريه حقيقي محتاج يكون عنده ايكونوميك جروس او نمو اقتصادي لا يقل عن 8-10% عشان يلحق يطلعنا من الركود اللي احنا فيه ده. هيعمله ازاي؟ استحاله، ولا بالتجاره ولا بالسياحه ولا ده منفرد، لازم يكون معاه العنصر بتاع البحث العلمي القوه، ساعتها ممكن الاقتصاد ينمو بالدرجه دي. ومعروف ان اي دوله في العالم ممكن تعمل ما بين 2-5% نمو اقتصادي بالحاجات العادية، لكن اللي يمكن تعلى فوق 5% إلا بالبحث العلمي، دي معروفة قاعدة. طيب انت عايزين بقى يا دكتور نتكلم عن مشروع العلمين طبرك وعلاقته بليبيا، ومين صاحب الفكرة أصلا، والفكرة دي هتمتد بعد كده بعد إيه؟ الفكرة بتاعت الساحل الشمالي دي جت من إنه مصر طول عمرها زمان كان بيجي لها أمطار في الساحل الشمالي كويسة جدا، كانت بتوصل ل 500 ملم مكعب في السنة. النهارده نتيجه التغير المناخي على مستوى العالم مصر بقى بيخشها 80-90 ملم مكعب في السنه، فكميه المطر الموجوده اللي كان على حسها الارض ديت بتزرع كميه غلال وحبوب وبتوزع لاوروبا كلها ايام الرومان زمان، النهارده قلت بقى الارض ما بقتش ارض زراعيه، بقت ارض صحراويه جافه ما فيهاش حاجه. فاحنا محتاجين نزود كميه الميه الموجوده في المنطقه دي، وبالتالي نقدر ان احنا نعملها نرجعها تاني للزراعه ونعمل بيها تنميه اقتصاديه. كان في منخفض القطاره وده معروف من زمان من السبعينات، تم التفكير فيه على ان هو ندخل ميه البحر ونعديها ونعليها لفوق شويه قبل المنخفض على طول في حته عاليه كده 250 متر، نسقطها جوه المنخفض تولد كهرباء زي السد العالي، وبالتالي يبقى احنا استفدنا ان يكون في عندي مكان لتوليد الكهرباء في المنطقه دي. لكن العلماء لما درسوا الموضوع بقوه لقوا ان دخول ميه البحر وترميها جوه المنخفض مش هتروح في حته غير انها تتسرب جوه ايه؟ هو الارض المياه الجوفيه، ولو ده حصل ممكن يعرض الدلتا كلها للملوحه فيحصل مشاكل، يبقى احنا بدل ما احنا بنحل الموضوع باظ. والموضوع المفروض ما يبصلوش على انه موضوع مشروع كهرباء، هو موضوع تنميه. ففكر الجديد الموجود بواسطه العلماء المصريين مع خبره من النمسا اشتركوا مع بعض حطوا تصور جديد. التصور ده هو ايه؟ احنا حاليا دلوقتي منطقه الساحل الشمالي كلها عباره عن مجموعه من القرى السياحيه وفيها ناس استثمرت كتير من المليارات، لكن ورا منها الصحراء موجوده. فاحنا هناخد من وسط الكره الصحيه دي من تحتها ناخد الايه اللي هو انابيب فيها ميه البحر. ميه البحر تخش جوه تمشي في قنوات، القنوات دي قبل ما تمشي في القنوات تخش على محطه التحليه. محطه التحليه هتاخد الطاقه بتاعتها من الطاقه الشمسيه، فبالتالي احنا ما بنحطش هنا على الدوله مصدر لطاقه جديد، يبقى الطاقه الشمسيه تاخد الميه تحليها ميه البحر. وطبعا دول سواء الطاقه الشمسيه او ميه البحر مصدر مستدام عمره ما هيخلص، وبتاخد انت الميه اللي اتحلت دي تزرع بيها على الجنبين الايه المواد الزراعيه اللي تصلح للمنطقه دي، وبعدين وتاخد ما يكفي للسكنه اللي هيبقى فيه الناس هناك. هنعملها على هيئه خطوط او قنوات من عند القناه لغايه المنخفض، واللي يتبقى يقع في المنخفض يعمل لي منه طاقه، وفي نفس الوقت لو اتسرب جوه الارض هيبقى ميه عازله مش ميه مالحه. فالمشروع بالطريقه دي قابل للتنفيذ على مراحل حسب الامكانيات المتوفره، والحقيقه دول العالم المختلفه اللي هم حصل بينهم حروب في المنطقه دي زي ايطاليا وزي المانيا وزي انجلترا مهتمين ان هم يحولوا المكان ده بعد ما كان حرب والغام ان ممكن يحصل فيه تنميه، فشركاء التنميه جاهزين واحنا عندنا الخبره وعندنا المكان نقدر نقوم بهذا الدور،
فنتمنى ان يكون ده على الاجنده اللي هتبقى جايه للرئيس القادم يقدر ان هو يهتم بيها، لان احنا من المتوقع ان المشروع ده لو مشي بكفاءه كويسه في خلال 20 سنه ممكن يستقبل حوالي ما بين 30 ل 35 مليون بني ادم ممكن يعيشوا في المنطقه دي، وده يخف الضغط على الدلتا اللي هي خلاص بقت عباره عن كتل سكانيه وبنفقد فيها كميه ارض خضراء كل سنه اكثر من 35,000 فدان. فالحقيقه ليبيا لما عرفت عن الفكر ده قالت لك مع نفس الوضع اللي هنا موجود لغايه تبرق، فليه ما نعملش مشروع من عالمين الى تبرق ويبقى ده مشروع حلم ويربط بين البلدين. والحقيقه هي دي اكتر حاجه احنا محتاجين نشتغل عليها، لان التنميه وان تشغيل الناس في الشغل غير لما يكونوا يشتغلوا في التهريب او يشتغلوا في نقل الحاجات اللي مش معقوله او يحصل هجره غير شرعيه او ياخدوا شبابنا ويتاجروا فيهم ويطلعوهم بره، ده اللي يخلي الناس يكون ليها وسيله انها تعيش بعيشه افضل ونبنيها على البحث العلمي اللي تم بهذا الموضوع. طب هل دوت يتكامل مع مشروع وادي التكنولوجيا او ممر التكنولوجيا او ممر التنميه؟ ممر التنميه بتاع الدكتور فرج طبعا مع ممر التنميه، لان انت النهارده حضرتك انت بتعمل التنمية بتحصل ازاي؟ أي تنمية في الدنيا بتحصل مبنية على إيجاد الطاقة من واحد، نمرة اثنين المصادر الموارد الطبيعية اللي تخدمك في الموضوع ده زي المية زي الصرف زي لو في موارد معدنية أو تعدينية، كل دي موارد لو الموارد دي موجودة والموارد الأخير اللي هو البشري موجود والتمويل هتقدر تعمل تنمية في أي منطقة. فاحنا بنقول المنطقة دي مقوماتها أرض صالحة للزراعة، مطرة بتنزل بس ناقصها تكملة، مية موجودة ملهاش حدود، طاقة شمسية مفيش أي مشكلة، عنصر بشري موجود عندنا، تمويل ممكن نبدأ بيه، مش لازم تعمل مشروع زي مشروع توشكا تبني كل حاجة مرة واحدة، لا أنت ممكن تعمله خط خط على مراحل، وكل ما تاخد واستوعب سكان، بس المهم إنك تكون مخطط بشكل جيد بحيث إنك أنت تستوعب الكلام ده كله على مدى السنين الجاية. حضرتك اتكلمت عن تحلية مياه البحر، احنا عارفين او احنا سمعنا ان الصحراء الغربيه فيها مخزون هائل من المياه الجوفيه، وان القذافي في مشروع النهر الصناعي العظيم وصل المياه ديت او قدر يستفيد من المياه الموجوده عندنا في الصحراء الشرقيه ووصلها لباقي دوله ليبيا كلها. احنا ليه مصر ما نستفدش بالمياه الجوفيه الموجوده؟ اولا اللي حصل في ليبيا ده مصدر مياه موجود متجدد بعيد تقريبا عن المصدر المصري، وفي نفس الوقت المصدر المصري زمان النيل بتاعنا كان ماشي كده من كذا مليون سنه، كان النيل ماشي كده ورايح ناحيه ليبيا كده، فالمخزون اللي تحت ده مخزون غير متجدد، في الغالب جزء متجدد وجزء مش متجدد. المفروض ان احنا نقطه الميه دي نحافظ عليها لانها اتبنت على مدى عشرات الالاف من السنين، فانا ما اجيش النهارده وعندي الامكانيه ان انا اقدر اجيب ميه متجدده واستعملها وامشي بيها واروح ماسك المخزون اللي تحت ده اخلصه، يوم حضرتك هتخلصيه الاجيال اللي هتيجي بعد الاجيال اللي بعدها اللي بعدها هتلومك ان انت خلصت الحاجات دي كلها، زي ما هتلومنا لما نخلص كلنا بدون خلال 50 سنه. ماشي؟ لازم انت توجد مصادر بديله تاخد مده طويله طالما متاحه. بدل ما ارجع للخزانات امتى؟ لما يكون في ازمه، لما يكون في عندي مفيش امكانيه ان انا ازود او ان انا اكون ضامن انها يحصل لها تجديد. لو الحكايه فيها ان فيديو